بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. لما أكمل المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالوضوء من السنن والفرائض والنوافل وأتباعها من المسح على الخفين والمسح على العمامة، ناسب أن يبدأ في ذكر النواقض، لأن الشيء لا ينقض إلا بعد تمامه، فهذا مناسبة ذكر هذا الباب بعد باب الوضوء. أما بالنسبة للنواقض فإنها جمع ناقض، والنقض هو الحل، يحل الشيء بعدما يبرم، وتستعمل هذه اللفظة في الشيء المعنوي وفي الشيء المحسوس. أما المحسوس فمثاله قول الله سبحانه وتعالى: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أي حلت. وأما في الشيء المحسوس، أما في الشيء المعنوي فكقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله. العهد شيء معنوي ليس محسوس، فقال الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله. فكذلك المصنف هنا قال: باب نواقض الوضوء. والوضوء قلنا هو شيء معنوي، هو صفة حكمية تقوم بالإنسان، فإنك أنت لا تستطيع أن تفرق بين إنسان متوضئ وليس بمتوضئ، لأنها صفة حكمية غير ملموسة. فقال المصنف: باب نواقض الوضوء، أي في هذا الباب سأتكلم لك على جملة من الأحكام تتضمن نقض هذه العبادة. نعم. وهي سبعة. وهي سبعة، هذا الأسلوب عند علماء اللغة يسمى أسلوب الطي قبل النشر، هو أن يعدد لك ثم يسردها لك، وهذا أسلوب التشويق، فهو أقوى من أنه لو قال هي ثم سردها، فقال هي سبعة ثم ثنى بها فقال: الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين، نواقض الوضوء هذه للفقهاء فيها جولات وصولات، لهذا هي مسألة أصولية أقرب منها أنها فقهية، فلهذا نحاول أننا نركز فيها لأنها عبارة عن كلام أصولي. قال المصنف: الخارج من السبيلين. يقول الفقهاء في تقسيم نواقض الوضوء أنها على قسمين: حدث وسبب للحدث، حدث وسبب للحدث. الحدث هو الشيء الذي قال المصنف الخارج من السبيلين، قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمعت الأمة على أن البول والغائط والريح والمدي والودي إذا خرج من المخرجين على الصفة المعتادة أنه ناقض للوضوء. هذه الخمسة أجمعت الأمة على أنها ناقضة من نواقض الوضوء إذا خرجت من المخرجين على الصفة المعتادة، يعني على غير صفة المرض، فهي البول والغائط والريح والمدي والودي. أما البول والغائط فهذا لقول الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. أما بالنسبة للمدي فكما مر معنا في الصحيحين من حديث علي والمقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال علي: كنت رجلا مداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ منه. وأما بالنسبة للريح فهذا كما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال السائل وكان من أهل حضرموت: يا أبا هريرة ما هو الحدث؟ قال: فساء أو ضراب، يعني فسره ببعض الألفاظ. وأما الودي فهو تابع إلى المدي. فإذا هذه الخمسة أجمع الفقهاء على أنها ناقضة للوضوء، لكن بثلاثة شروط: أن تكون هي هذه الخمسة، وأن تكون خارجة من السبيلين، وأن تكون خارجة على وجه الاعتياد، يعني نبعد صفة المرض. إذا وقعت كذلك فقد أجمع العلماء على أنها من نواقض الوضوء. وتسمى إيش هذه؟ تسمى أحداث، يعني هي حدث في حد ذاتها، هذا القسم الأول. والقسم الثاني قلنا هي أسباب للأحداث. نضرب مثال مثلا لمس المرأة، لمس المرأة
سيتكلم عليه المصنف، نحن بس نريد أن نمثل حتى نصل إليه. لمس المرأة هو إذا وجد سيكون معه لذة، واللذة هذه هي سبب في خروج المدي، والمدي ناقض من نواقض الوضوء. فإذا اللمس هو عبارة عن سبب لهذه الخارج، فلهذا يسميه الفقهاء هنا إيش؟ يسمى بسبب الحدث. فإذا الأحداث عندنا قسمين، أحداث وسبب للحدث. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان أقسام الأحداث، فقال الخارج من السبيلين. السبيلين هما القبل والضبر بالنسبة للمرأة والرجل، يتفقان في الضبر ويختلفان في القبل، المرأة في الفرج والرجل في الذكر. فقال الخارج من السبيلين. السبيلين مثنى سبيل، السبيل وهو الطريق أو هو الشق، فالفقهاء يعبرون عن هذه الألفاظ كناية عن الألفاظ التي يستحي من ذكرها، فالسبيلين المقصد بهما هنا هما المخرجين. نعم. والخارج النجس من غيرهما إذا فحش أي كثر. والخارج النجس من غيرهما إذا فحش أي كثر. نحن الآن قدمنا أن هناك إجماع، إجماع على أن الخمسة هذه هي التي ناقضة للوضوء. جاء الفقهاء إلى هذه الخمسة وأرادوا أن يتعاملوا معها، أو ما هو السبب الذي جعل الشرع في هذه الخمسة ناقضة من نواقض الوضوء؟ لماذا هذه الخمسة ناقضة من نواقض الوضوء؟ فالإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمة الله عليه يقولون هذه الخمسة هي ناقضة للوضوء لأنها نجسة، لأنها إيش؟ نجسة. فنقول كل شيء نجس خارج من البدن ناقض للوضوء. واضح الاستدلال؟ الآن نأتي إلى هذه الخمسة التي وقع الاتفاق عليها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أنها إيش؟ ناقضة للوضوء. طيب ما هي العلة التي جعلها الشرع في هذه الخمسة فكانت ناقضة للوضوء؟ فأبو حنيفة وأحمد مثل ما قال المصنف رحمه الله يقولون هي ناقضة للوضوء لأنها نجسة. فنقول كل نجس خارج من البدن فهو ناقض للوضوء. لهذا قال المصنف رحمه الله والخارج النجس من غيرهما إذا فحش أي كثر. إذن عند الحنابلة والأحناف إذا خرج من الإنسان دم وكثر فسوف ينتقد وضوءه. لماذا؟ لأن الدم نجس. إذا الإنسان قاء وكان القيء كثيرا فإنه ينتقد وضوءه لأن القيء عندهم نجس. مثلا إذا خرج منه مثلا قيح أو صديد من جرحه وكان كثر فإنه نجس فينتقد بسببه الوضوء. واضح مسلك الأحناف والحنابلة؟ يعني علقوا أن نواقض الوضوء العبرة فيها بالخارج النجس، هذه قاعدتهم، الخارج النجس متى ما وجد انتقض معه الوضوء. هذا مسلك الأحناف ومسلك الحنابلة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما جاء إلى هذه الخمسة قال هذه الخمسة وجدتها تخرج من مخرج معين وهو العلة في كونها ناقضة للوضوء، فأقول العبرة عندي بالمخرج، فكل شيء خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. واضح قول الشافعي؟ الشافعي عنده هذه الخمسة اتحدت في صفة واحدة وهي إيش؟ هي المخرج. فأقول كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. فعنده مثلا إذا خرج ريح من القبل فهو ناقض للوضوء، إذا خرج دود أو حصى أو شعر فهذه كلها عند الشافعي ناقضة للوضوء، لأن قال هذه الخمسة تتفق في صفة واحدة وهي الخروج. وعزز قوله بذلك قال مثلا أنا أجد الريح قد يخرج من الإنسان من أعلى لكنه لا ينتقد به الوضوء، لكن إذا خرج من الأسفل انتقد به الوضوء. فكأن الشرع نبه على المخرج. فأنا أقول بأن العلة في نواقض الوضوء هي المخرج وليست الخارج. واضح الآن مسلك الإمام الشافعي. بقي معنا مسلك المالكية ومسلك الظاهرية. المالكية والظاهرية يقولون نحن هذه الخمسة نقتصر عليها ولا نتعداها، ونقول أن العلة فيها قاصرة يعني غير متعدية، فنقول لا يوجب الوضوء إلا ما كان خارجا من المخرجين وخارج معتاد
على سبيل الاعتياد. فعند هؤلاء القوم يخرج إذا كثر منه السلس فإنها هذه يبعدونها لأنها ليس بمعتاد، وإذا خرج منه حصى أو دود فيقول لا ينتقض وضوءه لأنه ليس بمعتاد. فعند المالكية أنه لابد أن يكون خارج معتاد على صفة معتادة من المخرج المعتاد، فإذا لم يلحق بهذه الأمور الخمسة شيء. واضح المسلك الثالث؟ نعيد الآن أو نعيد بترتيب المسالك هذه. لما اتفق الفقهاء على هذه الخمسة اختلفوا في العلة التي جعلت هذه الخمسة ناقضة من نواقض الوضوء. فالحنفية والحنابلة يقولون العلة في نواقض الوضوء هي الخارج النجس، الخارج النجس، فكل خارج من البدن نجس فهو ناقض من نواقض الوضوء. الشافعية يقولون العبرة في نواقض الوضوء بالمخرجين، فكل شيء خرج من المخرجين فهو ناقض للوضوء. والمالكية يقولون العبرة عندنا بالعلتين الاثنين، الخارج والمخرج وصفة الخروج، يعني لابد أن يخرج على الصفة المعتادة. الشافعية قلنا حققوا قولهم بقول إمام الشافعي أن الريح إذا خرج، لكن إذا أردنا أننا نرجح في هذه المسألة نرى أن قول الحنابلة وقول الأحناف لا يستقيم إذا قلنا العلة هي الخروج، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ ولما خرج منه دم، وأنتم تقولون أن الخارج نجس، فلما لم يتوضأ دل على أن ليست العبرة بالخارج النجس. وكذلك عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة كأبي هريرة فيهم من رعف في صلاته وأتم صلاته، وعبد الله بن عمر ثبت أنه أخرج دم من كانت فيه حبة في وجهه ولم يتوضأ، فهذا دليل على أن ليست العبرة بالخارج النجس. الشافعي لما قال العبرة بذلك العبرة بالمخرج قال بأن مثل الريح، نجد الريح إذا خرج من فوق لا ينقض، من تحت ينقض، فإذن العبرة بأنه خرج من تحت. فهذا يسمى قياس مع الفارق، لأن الريح الذي في الفم يختلف عن الآخر من 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 الطعم ومن الريح، وهذا صفته أنكر من هذه، فلا يستقيم الإلحاق به. وقول المالكية والظاهرية هنا أقوى على أن لا ينقض الوضوء إلا الشيء الذي خرج من المخرجين على صفة الاعتياد وكان معتادا. بس عندنا مسألة، لما هم قالوا خرج على صفة الاعتياد، يعني الإنسان إذا استرسل معه في البول وكان بوله دائما أو كان معه ريح في حال السلس يقولون لا ينتقد وضوءه. الجمهور يقولون ينتقد وضوءه مستدلين بما ثبت في الصحيحين من حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض، فقال أفدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع الصلاة وإنما ذلك عرق. فالمستحاضة، وهذا يستدل به كذلك الأحناف والحنابلة، يقولون المستحاضة استمر معها الدم، فلهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الوضوء، وأوجب عليها ليش؟ لأنه خارج نجس. والشافعي يستدل بنفس الدليل يقول لأنه خارج من نفس المخرج. لكن هذا الحديث يرد فيه فقط على المالكية في أن إيجاب الوضوء في كل مرة على صاحب السلس، لكن لا يستقيم للشافعية والأحناف والحنابلة الاستدلال به. لماذا؟ لأن هي لم تسأل عن الوضوء، قالت له فهل أدع الصلاة، فهي تتكلم على الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق إلى حكم هل هذا ناقض أم لا، قال إنما ذلك ليس بحيض في كونه مسقط للصلاة، ولكنه سكت عن مسألة الوضوء. فيترجح لنا في هذه المسألة على أن النواقض الوضوء الخمسة التي ذكرناها والتي وقع عليها الإجماع، وهو البول والغائط والريح والمدي والودي، فهذه أحداث موجبة للوضوء ويقتصر عليها ولا يلحق بها غيرها. نعم. وزوال العقل فقط. المصنف قال والخارج النجس من غيرهما، يعني الدم أو القيح إذا خرج من غيرهما، إذا فحش أي كثر. الآن هو قال إذا فحش، ما هو ضابط إذا قلنا بأن أخذنا بهذا القول؟ إذا رأى إنسان خرج منه دم من يده، قال المصنف هو ينقض الوضوء في حالة ما إذا فحش أو كثر. طيب ما هو الضابط الذي يحد أن هذا فاحش أو ليس بفاحش؟ عند الحنابلة مسلكان. المسلك الأول على أنه يرجع إلى العادة وإلى العرف،
فما اعتبره الناس كثيرا فهو كثير فهو ناقض للوضوء، وما اعتبره الناس قليلا فهو قليل وليس بناقض للوضوء. هذا المسلك. والمسلك الثاني وهو أن العبرة بقدر الدرهم البغلي، وهذه المسألة تقدمت معنا في ما يعفى عنه من النجاسات، وقلنا بأن التقدير بقدر الدرهم البغلي وهو أقوى ويختاره جمع من الحنابلة في ذلك. فإذا قول المصنف رحمه الله إذا فحش أي كثر يرجع إلى مقداره في الدرهم البغلي. نعم. وزوال العقل. وزوال العقل، هنا بدأ المصنف في ذكر أسباب الأحداث. عندنا قلنا نحن أحداث وعندنا أسباب الأحداث، تكلمنا عن الأحداث وقلنا أنها هي خمسة، بقي الآن دخل المصنف في أسباب الأحداث وقال وزوال العقل. أكمل الجملة إلا لأنه مستثنى. وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. قال وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. زوال العقل هذه جملة يندرج تحتها أربعة أمور، يندرج تحتها النوم والإغماء والجنون والسكر، لأنها هذه الأربعة تسمى أو يحدث فيها زوال العقل، فالعقل قد يزول بنوم أو بإغماء أو بسكر أو بجنون. أما الأمور الثلاث التي هي الجنون والإغماء والسكر فقد قال ابن المنذر وغيره من العلماء أجمعت الأمة على أن هذه الثلاثة ناقضة للوضوء، لا يوجد خلاف بأن هذه الثلاثة إذا جن الإنسان أو عياذا بالله أو أغمي عليه لمرض أو لأي شيء أو ليس النوم أو سكر إما بشيء مباح وإما بشيء محرم فقد اتفقوا على أن وضوءه منتقض بهذه. بقي لنا النوم ففسره المصنف قال إلا النوم اليسير. طيب سوف نتكلم على مسألة النوم. بالنسبة لهذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة ليش قلنا نحن أنها ليست بأحداث وإنما هي مظنة الحدث؟ لأن الإنسان إذا غلب على عقله لا يمكن أن يستيقن أنه لا يخرج منه شيء، لهذا قال الإمام الشافعي قل من يغمى عليه إلا أنزل، يعني خروج المني عند الرجال، يقول الإمام الشافعي ما يوجد رجل يغمى عليه إلا يستصحب الإغماء الإنزال، لأن العقل إذا حجب لم يتحكم في العضلات مثلا في عضلات الضبر التي تمسك الريح، فكل شيء يسترخى، فلهذا قد يخرج منه ماء بول وقد يخرج منه مدي وقد يخرج منه ريح. فلما كانت كذلك قال الإسلام أو قال الشرع بأن هذه الثلاثة مظنة للحدث، فمتى ما وقعت أوجبنا بسببها الوضوء. بقي معنا النوم. بقي معنا إيش؟ النوم. جماهير أهل العلم يقول بأن النوم في الجملة هو ناقض للوضوء. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما كان في الكوفة أنه كان ينام، وإذا نام جاء ببعض أصحابه وأجلسهم بجواره، فإذا استيقظ يقول لهم هل شممتم شيء؟ يقولون لا. يقول هل سمعتم شيء؟ يقولون لا. فيقوم ويقول الله أكبر ويصلي، لأنه النوم عنده ليس بحدث وإنما هو مظنة، وهؤلاء الأشخاص جزموا بأنه ما خرج منه شيء. لكن الجمهور يقولون وإن كان كذلك لكنه لا عبرة به إذا وجد على الصفة التي هي ناقضة للوضوء التي سوف نتكلم عليها. النوم قلنا عند جماهير الفقهاء أنه ناقض للوضوء. الدليل على ذلك حديث صفوان الذي تقدم معنا وهو في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر، فقال من بول وغائط ونوم، فجعل النوم إيش؟ إذن هو كذلك من نواقض الوضوء. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وقام وصلى، فقيل له يا رسول الله لقد نمت، فقال ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال المصنف إلا النوم اليسير، إذن النوم لابد له من شروط حتى
يعتبر بأنه ناقض من نواقض الوضوء. فالأحناف يقولون لا ينتقض، لا يكون النوم ناقضا للوضوء إلا إذا نام الإنسان مضطجعا، يعني نايم مستلقي. إذا نام على هذه الصفة فقد انتقض وضوءه. إذن الأحناف علقوا على إيش؟ على الصفة، لأن قالوا النوم عندنا ليس بمنضبط فنحدده بالهيئة، فنقول إذا نام الرجل مضطجعا انتقض وضوءه. هذا مذهب مين؟ مذهب الأحناف. المذهب الثاني هو مذهب الشافعية. الشافعي رحمة الله عليه يقول أنا أقول بأن النوم ناقض للوضوء مطلقا إلا نوم الجالس، إلا إذا نام الإنسان وهو جالس فإن وضوءه لا ينتقد. هذا مذهب مين؟ مذهب الشافعية. مذهب المالكية والحنابلة مثل ما قال المصنف علقوا ذلك على زوال الشعور ولم يعلقوه على الكيفية أو الهيئة، فيقولون متى زال شعور الإنسان انتقد وضوءه، ومتى ما بقي معه الشعور فوضوءه صحيح. الآن نفسر في هذا الكلام جيد ونحاول أننا نبسط المسألة. جاء في الصحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال فكانوا ينامون وهم جلوس، يعني تخفق رؤوسهم من النوم ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. وجاءت الأحاديث التي قدمناها بأن النوم ناقض من نواقض الوضوء. طيب كيف يوفق بين هذا الحديث الذي هو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون وهم ينتظرون الصلاة ولا يتوضؤون، والأحاديث التي قالت بأن الوضوء ناقض أن النوم ناقض للوضوء؟ الفقهاء لما جاءوا إلى هذا الحديثين اختلفوا في كيفية الجمع. الأحناف قالوا لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع، فقالوا إذن هذا النوم الذي جاء في الأحاديث إذن هو النوم العادي. لكن لما جاء في أقوال الصحابة أنهم كانوا جلوسا فإذن هي غير صفة المضطجع، فعلقوا نقض الوضوء بصفة الاضطجاع. الشافعي رحمة الله عليه قال لأنها هي هيئة الجالس، والجالس إذا جلس يعني كانت مقعدته منضبطة فهي أقوى من حيث أنها لا يخرج منه ريح، فخصها فقط بهذه الصفة. المالكية والأحناف جاء في السنن من حديث علي ومن حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وحديث علي حديث حسن، وأما معاوية فحديثه ضعيف ولكن ينجبر بحديث علي. انظروا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، قال العينان وكاء السهر، السهر هو حلقة الضبر، والوكاء إذا رأيتم القربة لها فمها، فمها يوجد عليه دائما حبل أو خيط الذي يربط ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقة الضبر خيطها أو الذي يربطها هم العينان، العينان وكاء يعني هم حبل تلك الضبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فالإنسان إذا نام ممكن يخرج منه ذلك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي، ولهذا جاء في الآية لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن يوجد عندنا في النوم قسمان، عندنا سنة وعندنا نوم. يقولون السنة هي التي تتعلق بالعقل، لأن الإنسان إذا نام أول شيء يغطى عقله، وبعد العقل ينزل الغطاء إلى القلب، وإذا وصل إلى القلب سمي نوما. أما إذا كان في الدماغ يسمى إيش؟ سنة. لهذا إذا نام القلب، والقلب هو الذي يملك الحواس كلها، أصبح الإنسان لا يستطيع أن يستشعر بأي شيء يقع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينم قلبي، فلأنني أعرف أنني وضوئي لم ينتقد، وهذا يدل على أن الوضوء، على أن النوم ليس بناقض في حد ذاته. النوم ليس بناقض في حد ذاته. ليش؟ لأنه لو كان ناقض في حد ذاته لاستوى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من النوم. ليش؟ لأن قلبه
لأن قلبه يقن فهو يعلم. فلهذا قول المالكية والحنابلة يقولون العبرة بالشعور، فمتى نام الإنسان فعلى أي هيئة كان وزال معه شعوره انتقض وضوءه، أما إذا نام وكان شعوره لا زال معه فيكون وضوءه صحيح. وهذا القول أقوى من حيث الدليل، لأن الشرع علق النوم على الشعور وعلى زوال الإحساس. فقال المصنف رحمه الله: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. جالسا يستدل به مثل ما فعل الصحابة، وأما القائم فقالوا القائم أقوى، لأن هو أقوى من الجالس في تمكين مقعدته من عدم خروج منها الريح، لكن العبرة عندهم هو بزوال الشعور. فنقول الرجل إذا نام وبقي معه شعوره فإن وضوءه صحيح، وإذا تيقن من أن شعوره زال فقد انتقض وضوءه. طيب، ما هو الضابط الذي يجعلنا نقول بأن الشعور باق أو ليس بباق؟ قالوا هو مثل أنك إذا كنت مع ناس وكانوا في حديث، فإذا غاب عنك حديثهم زال شعورك، أو كنت تمسك شيئا في يدك وسقط، وإذا سقط لم تنتبه دل على أن شعورك قد زال، وإذا زال الشعور انتقض الوضوء. وهذا المسلك أقوى من حيث الأصول، وهو قول الحنابلة والمالكية على أن النوم العبرة فيه بزوال الشعور، فإذا زال الشعور انتقض الوضوء. نعم. ولمس الذكر بيده. ولمس الذكر بيده، هذا يعتبر كذلك سبب من أسباب الحدث. والمسألة هذه مسألة خلافية من عهد الصحابة، وهو هل لمس الذكر يوجب الوضوء أو لا يوجب الوضوء. وسبب الخلاف في ذلك على أنه جاء حديثان في السنن ظاهرهما التعارض. الأول حديث طلق ابن حبيب، وأخرجه الأئمة الخمسة وصححه ابن حبان، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني ما تقول في الرجل إذا مس ذكره، وفي رواية إذا كان في الصلاة ومس ذكره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك؟ وهل هو إلا بضعة منك؟ والحديث الثاني هو حديث بصرة، وثبت عن 14 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي رواية أبي هريرة: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ. إذن الآن هذا الحديث لما سألها قال: يا رسول الله، إذا أفضى الرجل بيده إلى ذكره، فقال: إن هو إلا بضعة منك. والآخر قال: يجب عليك الوضوء. إذن عندنا حديثان ظاهرهما التعارض، فلما كان كذلك اختلف الفقهاء في كيف يتعاملون بهذين الحديثين. عندنا في الفقهاء مسلكان: مسلك الترجيح ومسلك الجمع، وهم المسالك التي يوفق بينها بين الأدلة، إما مسلك ترجيح وإما مسلك الجمع. مسلك الترجيح هو أن يأتي إلى الدليلين وينظر إلى أقواهما فيأخذ به ويسقط الآخر، فلهذا هو رجح أحد الدليلين عن الآخر، هذا مسلك إيش؟ مسلك الترجيح. والمسلك الثاني يسميه الفقهاء مسلك الجمع، هو أن يؤتى بهذا الدليل وبهذا الدليل، لكن يحمل هذا الدليل على صفة ويحمل هذا الدليل على صفة أخرى. فالشافعية رحمهم الله أخذوا بأحاديث بصرة وقالوا هي أحاديث أقوى، فنقول من مس ذكره فليتوضأ مطلقا. لهذا الشافعية يقولون من مس فرجه يتوضأ مطلقا، ورجحوا أحاديث بصرة وحديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة على أن مس الذكر موجب للوضوء. الأحناف رحمة الله عليهم قوى عندهم حديث طلق، قالوا هو أقوى من حيث الإسناد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنما هو بضعة منه، فإذا أسقط عليه الوضوء. ونقول أن لمس الذكر لا يوجب الوضوء مطلقا. واضح المسلكين؟ نعم. أي الآن على قول الشافعية، لأن الآن عندنا قولان: قول يقول بأن مس الذكر
مطلقا ينقض وهو مثل، لكن يقولون لابد أن يكون من غير حائل، لأنه إذا وجد حائل لا يسمى لمسا. فأما عند الأحناف سواء كان بحائل أو غير بحائل لا ينقض مطلقا. إذن عندنا قول يقول بوجوب الوضوء منه مطلقا، وقول لا يقول به مطلقا. أما المالكية والأحناف والحنابلة فأرادوا أن يوفقوا بين الحديثين، فقالوا نحمل حديث طلق لأنه جاء في الرواية وهذا مسلك قوي، قال في الصلاة كيف يمس أحد ما ذكره في الصلاة، فقال نحمل حديث طلق على أنه فوق الثياب، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، ونحمل حديث بصرة على أنه إذا أفضى بيده إلى اللمس، فيوفق بين الحديثين ويقال إذا مس ذكره فوق الثياب لا ينتقد وضوءه، وإذا أفضى بيده إلى إليه مباشرة انتقد وضوءه. وهذا مسلك من مسالك عند الحنابلة وعند المالكية. المسلك الثاني عند كليهما قالوا إذا يحمل حديث طلق على عدم اللذة أو عدم وجود الشهوة، ويحمل حديث بصرة على وجود الشهوة، يعني الإنسان إذا مسك ذكره وقاصدا بذلك الشهوة أو اللذة سينتقد وضوءه، أو أما إذا مسه سهوا أو غفلة من غير ما يقصد الشهوة فلا ينتقد وضوءه. واضح المسالك الثلاثة؟ فإذا عندنا المسلك الأول مسلك الأحناف يقولون يجب من مس الأحناف يقولون لا يجب من مس الذكر شيئا وشيء، وعندنا الشافعية يقولون مس الذكر يوجب الوضوء مطلقا، وعند المالكية والأحناف والحنابلة عندهم تردد في كيفية مسألة الجمع، لبس مطلقا ينقض ولم يشترط هناك، يعني وافقوا الشافعية في ذلك ولم يشترط هناك وجود الشهوة، وهذا المسلك قوي جدا، وهو أن لمس الذكر يوجب الوضوء، وإن كان اعتبار الشهوة كذلك مسلك قوي، لكن قول الجمهور هنا أقوى. بس بقيت معنا المصنف رحمه الله لفطنته قال ولمس الذكر، إذا قلنا لمس الذكر إذا خرج معنا خرج منه لمس المرأة فرجها وخرج منه لمس الضبر. الشافعية يقولون جاءت رواية في هذا الحديث وهو قول من أفضى بيده إلى فرجه، وجاء في رواية من مس الفرج، فعند الشافعية من لمس ذكره أو ذكر غيره أو المرأة لمست فرجها أو لمس الرجل دبره كل ذلك ناقض للوضوء، سواء كان ذكر الكبير أو ذكر الصغير، ذكر مقطوع أو ذكر متصل، وكذلك المرأة إذا غسلت ولدها ومسحت فرجه فكل ذلك ناقض للوضوء، عاد على قول مين؟ على قول الشافعية. أما على قول الجمهور يقولون لا، هو خاص بذكر الإنسان نفسه فلا ينتقد به لمس الدبر ولا ينتقد به لمس المرأة لفرجها، لهذا حتى قال الإمام أحمد لم أسمع في لمس المرأة فرجها شيء في ذلك، فيبقى على الأصل من عدم إيجاب الوضوء لذلك. نعم نعم. الراجح في المسألة إن شاء الله على أن الرجل إذا مس ذكره قد انتقض وضوءه، ويقتصر في ذلك على مس الرجل فيخرج المرأة وتخرج حالة الضبر، وهذا من باب تقوية أحاديث الناقلة عن الوجوب التي هي حديث بصرة. نعم. ولمس امرأة بشهوة. ولمس امرأة بشهوة، هذا الموضع الثالث، وإن كان نحن سوف نجمعها بعدين حتى نرتبها. لمس المرأة بشهوة، لمس المرأة كذلك وقع فيها الخلاف، لأن جاءت عندنا آية وأحاديث ظاهرهما التعارض. انظر أنا عبرت هنا، لم أقل جاءنا حديثان متعارضان، ولم أقل حديث وآية متعارضة، وإنما قلت ظاهرهما، لأن هذا الذي هو في علمنا نحن، أما في العلم الحقيقي عند الله وعند رسوله لا يكون هناك تعارض، لأن الشريعة لا يوجد فيها تعارض، وإنما نحن لما جاءتنا هذه الأحاديث ظهر لنا بأنها متعارضة، والشرع جعل ذلك، وهذا من باب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لما الشرع جعل هذه الآيات حتى ينشط العلماء في الاجتهاد فيؤجرون على ذلك،
فهذا ليس من أن الشرع غفل عن ذلك، وإنما كان الله سبحانه وتعالى قادر والنبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يقول نواقض الوضوء ثم يعددها في الحديث، ولكن جاءت هذه الأحاديث كي يجتهد العلماء، لأن صفة أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه هي ميزة أهل العلم. وحتى قال العلماء على أن فضل العلم أفضل من العبادة، لأن العلم عندنا قسمين، علم واجب وعلم ليس بواجب. أما إذا كان العلم واجب فهذا مقدم على العبادة باتفاق، لأن العبادة أصلا لا تصح إلا بعلم. وأما إذا كان ليس بواجب فإن اتفق الفقهاء على أن فضيلة على أن نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة، نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة لأمرين اثنين. لأن الأمر الأول أن العبادة فائدتها مقتصرة على ذاتها، يعني إنسان قام الليل فعبادته راجعة لإيش؟ لنفسه. لكن الرجل إذا قام في الليل يسهر من أجل العلم فإن هذه عبادة متعدية، وما كان فضله متعد أفضل مما كان فضله مقتصر على صاحبه. والأمر الثاني أن العلم فيه دفع مفسدة اللي هي مفسدة الجهل، وأما العبادة فهي جلب مصلحة اللي هي الثواب، والقاعدة تقول على أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فلهذا الشرع جعل هذه الأدلة كلها من باب حتى يقوى العلماء في الاجتهاد ويؤجرون على ذلك. قال المصنف رحمه الله ولمس المرأة بشهوة. في لمس المرأة جاءت أحاديث وجاءتنا آية. الآية قال الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، والأحاديث جاءت كما في الصحيحين عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم من فراشي فبحثت عنه فوقعت يدي على مخمص رجله وهو ساجد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لمسته عائشة وهو إيش؟ استمر في صلاته، فهذا يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. والآية تقول أو لامستم النساء، فكيف يوفق بين هذا الحديث مع هذه الآية؟ أبو حنيفة رحمة الله عليه والأحناف يقولون أو لامستم النساء، اللمس هنا يقصد به الجماع، يقصد به إيش؟ الجماع. والشرع يكني لا يأتي بالألفاظ الصريحة فيكني، لأن لفظ اللمس لم يرد في القرآن إلا يقصد به الجماع. قال ولم يمسسني بشر، وقال الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فكل اللمس الذي جاء في القرآن قصد به إيش؟ الجماع. فقول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء يقصد بها الجماع، فإذن لا تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وعندنا حديث عائشة نتمسك به فنقول اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء. هذا مسلك مين؟ مسلك الأحناف. الشافعية بعكسهم يقولون بأن لمس المرأة ينقض مطلقا، لمس المرأة مثل ما قالوا في لمس الذكر بالضبط، لمس المرأة ينقض مطلقا، وقالوا أو لامستم النساء يقصد بها اللمس الحقيقي الذي هو لمس بإفضاء البشرة إلى البشرة. وعندنا المالكية والحنابلة اتفقوا كذلك، وقال المصنف أو لمس المرأة بشهوة، فقالوا نحمل الآية على اللمس بوجود الشهوة، ونحمل حديث عائشة على أن هو اللمس العابر الذي لم يقصد فيه شيء، فنقول إذا وقع اللمس بشهوة انتقض الوضوء، وإذا لم يقع وإذا وقع اللمس من غير شهوة كان غير ناقض للوضوء. وعلى ذلك يتخرج عندنا الآن ثلاثة أقوال: القول الأول في لمس المرأة على أنه لا ينقض مطلقا وهو قول الأحناف، القول الثاني أنه ينقض مطلقا وهو قول الشافعية، والقول الثالث وهو الراجح بإذن الله وهو قول المالكية وقول الحنابلة على أن اللمس إذا استصحبته الشهوة أو وجدها فإنه ينقض الوضوء. نعم. والردة عن الإسلام. والردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، ونسأل الله أن يثبت علينا هذا الدين إلى الممات. قال المصنف والردة عن الإسلام. الآن انتهينا من الأحداث ومن الأسباب، لأن الردة ليست حدث وليست بسبب، لهذا الفقهاء معظمهم لا يذكرونها. ليش؟ لأن الردة
إذا الإنسان لم يرجع إذن لا يجب عليه وضوء، وإذا رجع وجب عليه الغسل، فإذن لا حاجة لأننا يذكر الوضوء. لكن ينص عليها الفقهاء من باب التبيين. الردة عيادا بالله بالنسبة للأحكام يوجد لها ثلاثة، فيه أحكام مثلا إنسان يكون يصلي مثلا أو صائم فارتد، وإنسان بعدما أكمل الصلاة ارتد، وإنسان توضأ وبعد الوضوء ارتد. عند ثلاثة صور تختلف في كيفية الصورة، لأن الذي صلى انقضى العبادة، فالردة وقعت بعد إيش؟ انتهاء العبادة. فتكون تأثير الردة في هذه الحالة هي إحباط الثواب وليس إبطال العمل، لأن العمل خلاص تم، فتكون الردة في هذه الحالة إيش سوت؟ أبطلت الثواب. أما الصفة الثالثة وهي إذا الإنسان عياذا بالله ارتد وهو في الصوم، هنا يسمى بأنها أبطلت العمل لأنها جاءت في أثناء العمل. لكن بقيت لنا مسألة وهي مسألة الوضوء. أما الوضوء فهو الآن انتقض وضوءه ولم يرتد في حالة وضوءه بعد الوضوء، لكن الوضوء إيش عنده من الترتيب؟ الوضوء عنده الترتيب أنه أكسبك طهارة، فوقعت بعد كمال الفعل، لكن يوجد استمرار التوابع اللي هي الطهارة. فهل تنتقد هذه الطهارة أم لا؟ قلنا الوضوء لا يمكن أن ينتقد لأنه انتهى، لكن هل هذه الطهارة باقية أم لا؟ خلاف. الشافعية والأحناف يقولون بأن الردة ليست مبطلة للوضوء، الردة ليست مبطلة للوضوء وليست مبطلة لحكم من الأحكام. والمالكية والحنابلة يقولون بأن الردة مبطلة للوضوء. سبب الخلاف فيهم بين الاثنين على أن جاءت عندنا آيتان. الآية الأولى قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. عندنا آية الأولى قالت على أن مجرد الكفر أو الردة يحبط إيش العمل، والآية الأولى قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. فالآية الثانية تنص على أن إحباط العمل بشرطين اثنين: الردة والموت عليها. والآية الأولى تقول إيش؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، نصت على أن إحباط العمل مجرد بوجود الردة. فالشافعية والأحناف يقدمون هذه الآية ويقولون الوضوء لا ينتقد لأن إبطال العمل يشترط فيه الموت على الكفر عياذا بالله. وأما المالكية والأحناف يستدلون بالآية الأولى وأن مجرد الردة هي إحباط للعمل. طيب، إذا قلنا بأن القول هذا إن شاء الله هو الصحيح على أن الردة هي ناقضة للوضوء، كيف نتعامل مع الآية التي تقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر؟ لأن هنا يوجد شرطين: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. قالوا آخر الآية يحكمها. ما هو آخر الآية؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم، في الدنيا والآخرة. قالوا إذن الموت يتعلق في الخلود في النار، لكن حبط العمل يتعلق بالردة، لأنه الآن عندنا رتب الشرع عقوبتين لفعلين: الردة والموت عليها، إحباط العمل والخلود في النار. فالردة يتعلق بها إيش؟ إحباط العمل، والخلود في النار يتعلق به إيش؟ الموت على هذه الردة. فيترجح لنا في هذه المسألة على أن الردة ناقضة للوضوء، وإن كان الإنسان إذا رجع أو أسلم فإنه يلزم بالوضوء بالغسل، وسنتكلم على هذه المسألة في موجبات الغسل. نعم. وأكل لحوم الإبل. قال المصنف رحمه الله: من نواقض الوضوء أكل لحوم الإبل. لماذا؟ قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأوا منها. لا، قيل: أفنتوضأ؟ عيد. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هذه المسألة يسميها الفقهاء أكل لحم الجزور. الجزور هي الإبل، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء؟ اختلف الفقهاء في ذلك. الجماهير وهم الأحناف والشافعية والمالكية يقولون لا ينقض الوضوء شيء مما يؤكل، لا لحم الجزور ولا غيره. الجمهور على أن لا يوجد شيء يؤكل هو ناقض للوضوء. الحنابلة الجمهور الشافعية والأحناف والمالكية يقولون أكل لحم الجزور، أو بالمعنى الأصح لا يقولون الناقض مما يخرج وليس مما يدخل، هذه تعبير آخر. إلا الحنابلة رحمة الله عليهم ورحمة الله على الجميع يقولون على أن لك أكل لحم الجزور هو ناقض للوضوء. السبب الخلاف في ذلك أن عندنا أن في بداية الإسلام، في بداية التشريع، كان كل شيء مسته النار وأكله الإنسان يجب عليه الوضوء. هذا في بداية التشريع، كان كل شيء يأكله الإنسان، ولكن هذا الشيء يعني مطبوخ، يعني إذا أكلت فاكهة لا حرج عليك، أما إذا أكلت مرقا وقد سوي بالنار فيجب عليك الوضوء. ثم نسخ هذا الحكم، فإما أنه نسخ مطلقا أو أنه نسخ إلا في الإبل. لها جاء عندنا حديثان، الحديث الذي أورده المصنف وهو حديث صحيح جاء من غير ما طريق، أخرجه الإمام مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يا رسول الله هل نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قيل له: يا رسول الله أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا، في مبارك الإبل. قال: لا. قيل له: يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: إن شئت، أو قال: نعم. فإذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل وفي الصلاة في المكان. فالجمهور يقولون بأن هذا الحديث يحمل على الندب، يحمل على الندب، أو يقولون الوضوء هنا مقصود به الوضوء اللغوي وهو غسل الفم واليدين. والذي حملهم أنهم يؤولون هذا الحديث هو ما ثبت في سنن أبي داود من حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهذا الحديث يدل على أن كل شيء استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه نسخ كل شيء مسته النار. إذن هذا عندنا إيش؟ كأنه يوحي بأنه متأخر، لكن الحنابلة يستدلون بهذا وهو أقوى من حيث الإسناد، وهو أقوى كذلك من حيث المعنى، لأن قيل أنا توضأ من لحمي الإبل ولم يقل مما مست النار. طيب إذا الآن تقولون على حديث جابر كان آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، طيب إذا أكل الإنسان لحم الإبل نيا، وأكل اللحم ني يجوز إذا كان قد ذبح، إذا كان مشروعا الذبح فيجوز أكله كذلك. فعلى هذا القول أو على هذا الحديث يتقوى قول الحنابلة، وأن أكل لحم الجزور على أصح الأقوال أنه ينقض الوضوء، لأن الحديث فيه صحيح، وحديث الجمهور من حيث الإسناد أضعف من هذا ومن حيث المعنى. لهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق وقال توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم دل على أن هذا أمر متأخر، فالقول به أقوى. وجاء في السنن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مع الإبل شيطان. سبحان الله، هذه علة عند الشرع على أن الإبل فيها شيطان، والشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء، فأمر الشرع بالوضوء. وثبت عند العقلاء بصفة عامة على أن الإنسان إذا داوم على أكل شيء من اللحوم انتقلت صفات ذوات اللحوم إليه، لأن اللحم يعني في التفسير العلمي هو يحمل إنزيمات أو يحمل مكونات وراثية، فإذا الجينات إذا داوم عليها الإنسان انتقلت إليه الصفات. لهذا نص الشرع على تحريم أكل لحم الخنزير،
لهذا يقول علماء الحيوان لا يوجد في الحيوانات كلها حيوان يكون الذكران مع أنثى واحدة في مغارة واحدة إلا الخنزير الذي هو الديازة. أما كل الحيوانات فإنها لا ترضى، بل القطيع واحد لابد أن يحكم فيه ذكر واحد، فكيف إذا كانت أنثى واحدة؟ فلهذا الذي يلاحظ في الغرب من داوم على ذلك قد وجدت فيهم الدياتة، فقد يرى الرجل ابنته أو زوجته مع الرجل ويعتبره أمرا عادي لمداومتهم على ذلك. لهذا الشرع ما حرم علينا الخبائث إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. لهذا رب العالمين خلق لنا الأرض هذه كلها ثم لما منعك من أكل لحم الخنزير يعني يريد أن يعذبك بذلك أو يريد أن يمنعك؟ لا، هو ما منعك إلا لوجود علة هي مصلحتك. وهنا نقدر أننا نرجع إلى قصة أبينا آدم لما كان في الجنة. لهذا الفقهاء أو المفسرون لما يتوقفون عند هذا الموقف هو موقف عظيم، أن رب العالمين كرم آدم أيما تكريم. أول تكريم له أنه خلقه بيده، وثاني تكريم له أنه أسجد له ملائكته. السجود لغير الله كفر عياذا بالله، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه المزية فأمر الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم أن يسجدوا لآدم. ثم لما أبى إبليس أن يسجد لنا طرده الله من رحمته، قال خرج منها، يعني هو طرد بإيش؟ بسببنا. والأمر الثالث قالوا أنه أسكنه الله الجنة، آدم أسكنه الله في جنته، وقال يا آدم كل منها حيث شئت إلا هذه الشجرة لا تقربها. أنت إنسان إذا جاءك رجل وأكرمك أيما إكرام وأدخلك في بستانه وقال لك شوف كل هذا البستان ما تأكل منه إلا هذا النخلة كل منها، عكس المسألة، يعني كل هذا البستان ما تأكل منه إلا من هذه النخلة، لكنت أنت الرابح. فآدم لو قال لها رب العالمين ترى يا آدم ما تأكل شيء من الجنة إلا من الشجرة هذه كل فقط لكان هو الرابح لأنه ساكن في الجنة، لكن رب العالمين ما قال له هيك، قال له كل من جميع الجنة إلا هذه الشجرة. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في حقه فوسوس لهما الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. دخل له من جهة الغرور لأن الإنسان فيه الطمع، فقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال فأول ما أكل منها بدت لهما سوآتهما، يعني الإنسان يكون مكتسي فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فناداه رب العالمين يا آدم فرار مني؟ قال لا يا ربي ولكن استحياء منك. قال جاء به رب العالمين وقال له يا آدم أي جار كنت لك؟ يعني هل أنا مثل ما نقول هل قصرت أنا معك؟ قال يا ربي كنت نعم الجار. لهذا رب العالمين لما أراد أن ينبهنا في هذه الآية وهي مثل ما يقول المفسرون هذه من أعظم الآيات التي هي حجة على الإنسان، هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق، ففسق يعني خرج، ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعني ترى أنا طردته من أجلكم ومن أجلك أنت أنا أبعدته من رحمتي، بعدين تذهب له وتتبع أوامره وتعصيني أنا؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لهذا يقال بأن رب العالمين لما أوقفه قال يا آدم أي جار كنت لك؟ قال يا ربي كنت نعم الجار. قال ولكن يا ربي لقد قاسمني بالله إنه لصادق، لأن جاء في الآية القرآنية وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال والله يا رب ترى قاسم لي بالله بك. فقال له ويا قال آدم وما كنت أظن أحدا يقسم بك كاذبا، يعني إعظاما لهذا الاسم. فقال الله سبحانه وتعالى فقال الله لجبريل يا جبريل أخرجه من جنتي فإنه لا يجاورني فيها من عصاني.
لا يمكن أن تجتمع مجاورتي مع عصياني. فهذا تطرقنا لهذه المسألة من باب الأكل. فيقول الفقهاء اللحوم إذا داوم عليها صاحبها فسوف تنتقل إليها صفاتها. يذكرون كثير مثلا يذكرون على الإخوة المصريين، وهذه يذكرها الجاحظ في كتاب الحيوان، أنهم لما داوموا على أكل لحم الحمام قال وجدت فيهم هذه الرقة، لأن لا يوجد شيء فيه حب ظاهر بين الحيوانات إلا الحمام، دائما تجدهم يتقابلون فيما بينهم، قال فانتقلت إليهم ذلك. وكذلك العرب قيل بأنهم ما اكتسبوا هذه الغلظة إلا من أكل لحم الإبل. لهذا سبحان الله يذكر الإمام القرافي في الإبل يقولون العرب لما داومت على أكل لحم الإبل انتقلت لها صفتين اثنين، انتقلت لها صفتان اثنين. قالوا الصفة الأولى هي صفة الحقد، لهذا العرب معروفون بالحقد، يعني إذا حقد عليك لا يمكن أن يتنازل عن ذلك. قالوا والصفة الثانية هي صفة الإكرام. قالوا وهذه الصفتين وجدوا في الإبل. مثال قالك إذا مثلا حبست أي حيوانات، أي قطيع حبسته عن الأكل ثم جئت له إلى الأكل، قال إذا جاء إلى الأكل يتخاصم فيما بينه، انظر الخرفان، إذا جاءت إلى الأكل كل واحدة تنطح تريد بس هي التي تأكل. قال لك لكن الإبل أبدا، الإبل لو كانت عطاش وأوردتها على الماء لا تختصم عليه من باب الإكرام، لأنها تريد أن غيرها يشاركها في ذلك. وهذه صفة العرب، قد ينزع الإنسان اللقمة من فيه ويعطيها لجاره. وفي نفس الوقت لا يوجد حيوان يحقد مثل الجمل، فلذلك العرب انتقلت لها هذه الصفة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنك إذا أكلت ذلك فلا بد أن تتوضأ، لأنها قد خلقت من شيطان. التعبير بأنها في الحديث أنها خلقت من شيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة، الحديث البخاري، السكينة والوقار مع أهل الغنم، والغلظة والجفاء مع أهل الإبل. لهذا انظر إلى الراعي، الراعي ممكن يكون معه مزمار ولا ممكن معه عصا صغيرة، لكن صاحب الإبل إيش تكون معه؟ يكون معه عصا كبيرة، لهذا تكون فيه أنفة لأن هي طويلة فتحتاج إلى الإنسان أن يقوى. أما الغنم فهي صغيرة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا رعى الغنم، لأنها فيها صفة الرحمة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث، وهو قول الحنابلة على أن إيجاب الوضوء مما من أكل لحم الجزور. نعم أكمل حتى نكمل الباب، طولنا عليكم لكن نكمل الباب. نعم طيب. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. هذه مسألة ختم بها المصنف هذا الباب، وهي الشك، وهي من باب ضم المسائل المتشابهة بعضها إلى بعض. فقال من شك في الطهارة أو شك في الحدث فإنه يبني على ما تيقن منهما. ما معنى ما تيقن؟ يعني الشيء الذي كان يسبق الشك، يعني إلغي الشك وابقى على اليقين. ونحن تكلمنا على هذه المسألة كثيرا في أن الشرع يبقي على الأصول ويبقي على اليقين، وأما الشك فهو ملغى في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إذا صلى أحدكم ولا يدري كم صلى ثنتان أم ثلاثة فليبني على الأقل لاثنين ويكمل صلاته. وجاء كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لرسول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يجد الشيء في الصلاة، بعض المرات الإنسان إذا دخل في الصلاة يشك خرج منه شيء أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يشم حتى يجد حتى ريحا أو يسمع صوتا. فإذا بنى على اليقين. فالمصنف قال في المسألتين إذا كنت متوضئ وشككت في أنك أحدث، مثلا يأتي إنسان يقول أنا تيقنت أنني لما صليت الوضوء لما أردت أصلي الظهر توضأت وصليت الظهر، لكن لما جاء العصر ما أدري هل دخلت للحمام أو ما دخلت. فأنا نقول له ابني على اليقين، ويقولك إيش؟ أنك متوضي، فإذا أنت على طهارة. جاءنا إنسان قال أنا صليت الظهر وتوضأت ولكن بعد الظهر دخلت إلى الحمام، لما جاء العصر قال ما أظن هل أنا توضأت ولا ما توضأت.
لكنه جزم بأنه إيش دخل إلى الحمام، لكن شك هل هو توضأ بعد ذلك أم لا، فنقول له ابني على اليقين. وإيش هو اليقين؟ على أنك منتقد وضوءك، فنقول لك احدث وضوء آخر. فقال المصنف رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين ما تيقن، وهو الذي تقدم الشك في هذه المسألة. وبذلك ختم المصنف هذا الباب.